ورجعنا لكم تاني وفقرة الصحافة الدنيا فيها ايه، نتجول في صحف اخبار النهاردة. لكن في البداية اسمحوا لي ارحب بضيفي اللي بيشرفني، الاستاذ محمد زيان الصحفي بالاخبار المسائي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. نورنا استاذ محمد. صباح الخير. نبتدي مع حضرتك والمشاهدين جولتنا الإخبارية من اليوم السابع. الخبر بيقول التأمين الصحي الشامل، إعلان معايير إعفاء غير القادرين من اشتراكات المنظومة قريبا. الحقيقة في يعني حالة في مصر بتحصل حلوة جدا، وهي فكرة التأمين الصحي الشامل. طبعا احنا فكرتنا عن التأمين الصحي فكرة مأساوية جدا، فكرة الطوابير وقف بالطابور عشان مش عارف تعمل ايه، والورقة ام جنيه وحاجات كده. لكن اللي احنا بنقعد نقراه ان لا، هيبقى في تأمين صحي اشبه باللي بتعمله الشركات الخاصة، حاجة محترمة كده وشياكة والناس تروح وكده. بس طبعا الموظفين كل اي حد بيشتغل هيدفع فلوس، والخبر بيقول ان غير القادرين غالبا مش هيدفعوا. رأي حضرتك في تطبيق منظومة كبيرة زي التأمين الصحي الشامل؟ طبعا هي منظومة بتقول ان مصر على الطريق الصحيح وفي اتجاه التطوير والتقدم، وإن البلد بتعمل في إطار الدور الاجتماعي للدولة والمسؤولية الاجتماعية للدولة في القيام بواجباتها تجاه المواطنين وحل مشاكلهم، خاصة في القطاع الصحي، لأن ده قطاع مهم جدا. ودائما عندما يتم تقييم الدول يتم تقييم الدول بالنظر إلى المعيار الصحي، معيار التعليم، من المؤشرات اللي بيحسب فيها مدى تقدم الدول وتطورها. وبالنظر إلى ما يجري الآن في عمل قانون للتأمين الصحي أو تحديد وتقييم وتقنين المستفيدين من هذا القانون أو هذه الخدمة، أعتقد أن ده مؤشر مهم على تحرك الدولة في الاتجاه الإيجابي نحو المواطن المصري لرعايته، لتقديم رعاية صحية سليمة لي. مسألة إعفاء غير القادرين من دفع الرسوم أيضا يقول أن هناك تحمل للدولة لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين، وده دور مهم جدا. يعتقد أن هو يعني بيقول بياخد المواطن المصري لمزيد من الثقة في الدولة، أن الدولة بتتحمل بتحمل عبء أن هو أو بتبص له وحط عينها عليه فيما يخص تطوير صحته. وده بيرد برضه على الناس اللي بتقعد تطعم في مصداقية البلد ان هي اهملت المواطن يعاني، المواطن المصريين في مشاكل هنا في مشكلة فيما يخص مشكلة القطاع الصحي. الدولة تقف وتقف مع المواطن وتحدد معايير وترعى المواطن الغير قادر، فده مؤشر ايجابي من انا متهيألي يا استاذ محمد. لو الدولة قدرت تعمل ده بشكل كده لطيف وجميل وحلو، ده هيفرق جدا، يفرق تقريبا في ميزانية الأسرة على الأقل 25%. النهاردة لو واحد بيقبض في حتى مرتب كويس، جزء منه كتير بيستقطع عشان الولد صغير فلازم يروح للدكتور باستمرار وأدوية، ومراته بتصرف أدوية وهو بيصرف أدوية وفي الولادة ومش عارف إيه. فأعتقد أن يعني لو المنظومة اتعملت بالشكل مش اللي احنا بنحلم بيه، بس على الأقل اللي بنشوفه اللي بيحصل يعني في القطاع الخاص بشكل منظم، ده هيبقى كويس بشكل جدا. إيجابي يحقق المصلحة العامة للمواطن، يصل إلى أكبر عدد من المواطنين. وبالتالي إذا فإحنا نقدر نقول هنا أن فعلا في تحركات نحو المواطن، في تحرك، في إيجابية، في تضامن مع المواطن، في مسؤولية اجتماعية من الدولة تجاه المواطن، يعني يشعر المواطن فيها بأنه هو محل اهتمام من بلده. ويرد أيضا كما قلت، يعني أنا عايز أكرر ده، لأن بره بيستهدفوا مصر في أن هم يعني يقعدوا بقى ينتقدوا ويقولوا الدولة والمواطن، وتقابل أي حد يقولك الشعب المصري الله يكون في عونه، الشعب المصري الله يكون في عونه، وهنا الحكومة تنظر له وترعاه وتحدد له وتنفذ قوانين في اتجاهه. يعني نتمنى ان شاء الله. معي خبر ايضا من اخبار اليوم بيقول السيسي يصدر قرارا بانشاء جامعه هليوبلس. اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 336 لسنه 2019 بانشاء جامعه هليوبلس، وتقع الجامعه هنا مقرها الكيلو 3 طريق القاهرة بالبيس الصحراوي. ده يعني قريب جدا من طريق اسماعيلية، وقريب جدا كمان من في يعني أكتر من جامعة على الطريق. ده قرار مهم جدا من وجهة نظري للأسباب الآتية. صدور قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة ده مهم جدا، لأن لتحقيق بس دي غير هادفة للربح. أنا فاهم القرار الجمهوري يعني
فاهم كويس جدا قريته، واعرف أو اقدر اقول ان ده قرار مهم جدا بالنسبه لطلبه الثانويه العامه وخريجي الثانويه العامه ولسوق التعليم. أيوة. لان بعد التخرج من الثانويه العامه هناك قطاع كبير من الطلاب، هذا القرار اول سبب بيخدم عدد كبير من الطلاب اللي هم بيهدفوا للالتحاق بالكليات القمه ولا يستطيعوا اللحاق بها في اطار الكليات العامه او الجامعات العامه، فاذا هو بينتقل بالطالب من مرحله ربما يعني ان هو يفقد طموحه ان هو يوصل لكليه الطب او الهندسه او ما الى ذلك، ان هو يلاقي فرصته في هذه الجامعه الخاصة. إذا يعني صدور القرار الجمهوري بيفيد عدد كبير من الطلاب، أيضا صدور قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة في منطقة مثل هليوبلس بيحقق عملية وجود سكاني أو إنشاء كيان سكاني أو تنامي الوجود السكاني في هذه المناطق اللي على الأطراف، وبالتالي ده ليه بعد مهم جدا في مسألة تخفيف العبء السكاني عن وسط البلد والمناطق مثل جامعة اللي هي محيطة بجامعة القاهرة بجامعة وعين شمس وما إلى ذلك، بيخفف التكدس السكاني ويسحب عدد كبير من الناس إلى هذه المناطق، بيحقق عمران لهذه المناطق، بيحقق ضخ اقتصادي بأن حول هذه الجامعة بتنشأ كيانات اقتصادية وكيانات تجارية، بيحقق عملية إنشاء يعني رؤية أو يحقق عملية رؤية للدولة أن هي ماشية في اتجاه فك الازدحام المروري، فك العبء الداخلي على المحافظة أو على العاصمة بأنه بيسحب الناس إلى الخارج. هي قريبة جدا من القاهرة، قريبة من القاهرة وقريبة من الأطراف الشرقية، وده بيجيب برضو بيعطي لطلاب الأقاليم الثقة في أن هي برضو الحكومة تنظر لهم ويعني مش هتنساهم. تمام، معي خبر أيضا من الأهرام بيقول زعيم المعارضة في البرلمان التركي يدعو إلى طرد الإخوان من البلاد والتصالح مع مصر. دعا زعيم المعارضة في البرلمان التركي كمال كليشدار أغلو رئيس رجب طيب أردوغان إلى طرد الإخوان من البلاد والتصالح مع مصر. أعتقد دي مجرد يعني كلام ممكن تقول المعارضة هناك يعني، بس هو يعني طبعا هو راجل بيفهم كويس جدا في هذه في دعوته هذه، وهو هناك مش مجرد كلام، لان هو بالفعل قبل ان يصل هذا الرجل الى منصبه الحالي كانت هناك اشتباكات كلاميه او حرب كلاميه بينه وبين رئيس تركيا رجب طيب اردوغان، لان في نقمه في الداخل التركي على توجهات الدوله التركيه في اطار سياسه الرئيس اردوغان لاحتواء الاخوان واحتواء جامعه الاخوان. طبعا هم ما يعرفوش انه هذا هو البعد التاريخي البعد الأصيل في العلاقة بين الإخوان والنظام التركي، لكن المفارقة الغريبة أن النظام التركي دولة علمانية في أقصى درجات العلمانية التي تفض العلاقة بين الدين والدولة وتعظم من العلمانية، ورئيس يحتضن تنظيمات تدعو إلى أفكار لهدم العلمانية نفسها، وهو الدولة العلمانية تحتضن جماعات تنفذ الإرهاب والتطرف ضد دول تتجه نحو العلمانية وتدمرها وتحولها إلى دينية. أستاذ محمد، إنه طالما أردوغان موجود مش صعب جدا تنفيذ هذا. إذا تنامت المعارضة تجبر أردوغان على اتخاذ قرارات داخل البرلمان داخل المجالس المحلية داخل على مستوى السياسة الداخلية للدولة، أعتقد أنه ربما تشهد تركيا في الفترة القادمة تغيرات لسبب مهم جدا وهو تنامي أحزاب المعارضة ضد. وده شفنا في الانتخابات الأخيرة. الانتخابات الأخيرة في العاصمة وفوز مرشح المعارضة لثاني مرة بعد إعادة الإعادة، حتى يعني حتى إن أردوغان نفسه بدأ يتشكك في نفسه، ده بيسحب البساط من تحت الخليفة العثماني الذي يحلم في إطار مشروع هيمنة في إطار مشروع الهيمنة الذي كان مخططا له أن يحكم العالم العربي كله ويقيم دولة الخلافة الإسلامية سلطنة. التي كان يشعر بها والسلطنة التي كانت ستكون مقرات تركيا، وده ياخدك بقى أرض برضو للقضايا التي كانت مصارة ضد جماعة الإخوان في مصر داخل السجون، وهي قضايا التخابر اللي كان عندما يوجه لهم اتهامات أنتم كنتم تتخابرون لصالح تركيا يعني تسربون المعلومات إلى تركيا، فكان يرد أحمد عبد العاطي يقول لك أنا لم أكن أتخابر لصالح تركيا، أنا كنت باخد المعلومات من الولاية مصر أصدرها للخلافة الأم، فإذا أنا لم أكن أتخابر لكنني كنت أعمل لمصلحة الدولة الكبيرة اللي هي الخلافة الإسلامية أو العثمانية. فهذا الخليفة المجنون بحلم الزعامة والعودة مرة أخرى يعني
يناقض نفسه ويناقض دولته، والتناقض الشديد والفجوة الشديدة بين العلمانية والتطرف ستؤدي بكل تأكيد في الفترة القادمة لسحب البساط. أعتقد أن ده ماشي في الطريق في تركيا. نتمنى إزالة هذا الحكم البغيض الحقيقة في تركيا. بمعي خبر أيضا من جريدة المصر اليوم بيقول التموين الحذف من منظومة الدعم لا يشمل الخبز. قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين أن محددات المرحلة الرابعة من تصفيات مستحق الدعم تنقسم إلى 5 فئات، الفقر المدقع والفقر والهشة والمتوسطة والغنية، وقال كده حدد بعض الحاجات اللي بتقول أن المواطن ما ياخدش دعم، وهي امتلاك سيارة فارهة بداية من 2014 أو سيارة موديل 2015 في المطلق، أو امتلاك سيارتين موديل 2011، أو أن فاتورة الكهرباء بتعدي 800 جنيه أو حيازة 15 فدان، أو تأسيس شركة برأس مال 10 مليون. طبعا ده في إطار التنظيم، وده قرارات أو معايير تخلي المواطن يرتاح إنه وتطمئن، تبعث برسالة طمأنة للمواطن البسيط إن محدش ياخد حقك في البلد ديت. وده أيضا بيعكس يعني بيدي رسالة إن في الحكومة بتعمل على التنظيم وبتسعى لأن تحط معايير وقواعد للمستفيدين من الدعم المقدم من الدولة، وأيضا بيخفف إنفاق الدولة، بيعمل عملية تنظيم وكنترول لإنفاق الدولة على الدعم الموجه للمواطنين. وبالتالي علي أن أنا أعرف أن هنا في تحرك من جانب الحكومة، تحرك وفق ضوابط وقواعد، وأنه لن يأخذ الدعم غير مستحقي. وده عادل جدا، يعني ما ينفعش واحد يكون عنده القدرة ان هو يشتري عربية ب 500,000 جنيه أو شيلين يعني زي ما بيقول. لا هو حتى الخبز مش جايبين سيرته يعني، قال له هياخد الخبز. لكن بتكلم على التموين نفسه، ان اروح اخد دعم 200 جنيه من الدولة. هرجع تاني عشان ان هذا القرار يعني في اطار السياسة الاقتصادية الاصلاحية التي تتبناها الدولة في هذه المرحلة، انه محدش ياخد حاجة غير يكون مستحقها. واعتقد ده ما يزعلش اي حد، ما ياخدش حق غير. يعني انا لو قادر ان انا اشتري المنتج سعره أشتريه بحسب قدراتي، أما أنا لا أستحق الدعم على البنزين ولا على السولار، وأمتلك مصنع مثلا مكلفني 100 مليون وأحصل على الوقود بسعر زي الراجل اللي عنده عربية الغلبان اللي بيروح يشتغل عليها، طبعا مش ده قمة عدم العدالة. أي بس ده موجود دلوقتي، يعني إن سعر البنزين هو للكل. لا أقصد أقول إن عمل معايير وقواعد لتنظيم هذه الإجراءات وهذه الاستفادة من جانب المواطنين يعني يصب في مصلحة المواطن اللي لازم يحصل على إيه؟ على الخدمة من الدولة. تمام، وتروح الخدمة لمستحقيها بالفعل. تمام، معايا من الوطن الخبر بيقول الحكومة بدء زراعة محصول أكبر مصنع بالعالم لإنتاج سكر البنجر خلال شهرين. الشركة الإماراتية القائمة على إقامة أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر من البنجر في منطقة غرب المنيا، الدكتور مصطفى مجبور رئيس مجلس الوزراء، قال على استعدادها لزراعة 25,000 فدان من البنجر. ده طبعا ضمن الاستثمارات اللي احنا دايما بنحلم بيها وبنتكلم عنها. ده يأتي في إطار الاستقطاب واستجلاب الاستثمار المباشر للداخل لمصر في مرحلة تشهد فيها مصر بالفعل يعني عملية كبيرة في عملية التطوير الزراعي والعمراني والتنمية. عايز اقول ان كنا في هضبة الجلالة من يومين مع الفريق كامل الوزير ووزيرة الهجرة في اطار مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي يعقد لاول مرة في مصر، وده حاجة يعني حاجة كل المصريين جدا. في الخارج يتشرفوا انهم حضروا طبعا. حاجة زي كده بيؤكد هذا المؤتمر على ان الدولة بتجري على المصريين في الخارج وتعتبرهم قوة داعمة لها في الخارج، وتشرح لنا بالتفصيل المشروعات التنموية اللي بتتحصل في مصر، وتشرح فيها الجزء الخاص بالمنيا وما يحدث في غرب المنيا، يعني فهمنا ان منطقة غرب المنيا في اطار الاحصاءات والارقام اللي خدناها، منطقة غرب المنيا هي المنطقة التي تستطيع ان تعطي الغذاء، كل الغذاء الكامل لمصر. يعني منطقة غرب المنيا تقدر تزرع فيها كل المنتجات اللي تأكل السوق او تكفي السوق المصري وتصلح للتصدير ما بين غرب المنيا القطاع الغربي الصحراوي الى واحة الفرافرة بالتحديد، هذه سلة الغذاء في مصر. توجيه الاهتمام لها يعكس ان فعلا في عين بصة على المنطقة ديت، ان هذه المنطقة تحل مشاكل اقتصادية في مصر، مشاكل زراعية، مشاكل انتاج الحبوب وانتاج المحاصيلات الزراعية اللي هي تكفي مصر. بالفعل انا بشوف مثلا في فرنسا بعض المستوردين المصريين بياخدوا منتجات من هنا من هذه المناطق، يعني وليكن مثلا زي البصل زي البطاطس زي الحاجات دي،
ديت بتروح الى الدول الاوروبيه، وده يديك الفخر فعلا ان في توجه اقتصادي عند مصر ان هي تكفي احتياجاتها مش بالكلام. احنا لما رحنا هضبه الجلاله احنا ما شفناهاش خالص، وكنا لو حد قال لنا على الكلام ده او اي حد اتكلم عن ده لاي حد بره او جوه يقول له لا انت طبعا هزار. رحتوا مصنع الرخام، رحنا مصنع الرخام، ودي حاجه بالنسبه لنا حاجه مصدر فخر ان مصر استطاعت ان تغرس في حضن الجبل مصنع بهذا الحجم وبهذه الامكانيات وبهذه الكفاءه والتكنولوجيا العاليه. رحنا مصنع الفوسفات، وهذا المصنع يسد احتياجات السوق المحلي وتصدر مصر ل 46 دولة. شفناهم على البورد بالإحصاءات وبالأرقام وبأعلامهم، وده كلام ياريت كل الناس تسعى. مش بتتكلم على ما سيحدث، لكن ده اللي بيحصل على أرض الواقع. اللي أنا شفته تمام، وبالتالي أنا عايز أوصل رسالة من هنا دلوقتي برضو، لأن احنا بنسمع كتير تشكيك في أن احنا مش ماشيين على الاتجاه الصحيح، وده بيدينا يعني هزيمة داخلية. الهزيمة الداخلية بتأثر على أسرنا وعلى أولادنا وعلى حبايبنا وكل المقربين لنا، وبتخلق حالة من عدم الثقة والتفكك بين الناس. الرسالة الإيجابية تقول أن الدولة بالفعل وتستطيع أنت يعني أن تذهب إلى هناك، وأحب كل الناس في إطار، وأحب أن وزارة الهجرة وأن القائمين على هذا الأمر الفريق كامل وزير أو المسؤولين ينظموا رحلات لطلاب الجامعات زي ما بيحدث في الدول الأوروبية، ياخدوا طلاب الجامعات يودوهم عشان يتكلموا لزويهم، يعني يكسروا الروح الهزيمة اللي بتحصل والدعاية المعادية اللي هي بتكسر نفسية المواطن المصري وتحط يعني علامة سوداء تجاه حكومته ودولته. تاخد طلاب الجامعات وتوديهم البرلمان، يعمل وفود للبرلمانيين يقدروا يشرحوا مناطقهم ازاي مصر بيحدث فيها طفرة. انا لما شفنا جبل الجلالة والمشروع العظيم اللي اتعمل هناك، بالتأكيد ده تحدي انك تزرع الامل وتزرع التنمية في حضن جبل. انا يعني الناس دي بتقول احنا موجودين بالإصرار وبالتحدي. فإذا يضاف إلى هذا البعد الزراعي أو التنمية الزراعية في مصر، التنمية الزراعية في مصر، مصر دولة زراعية، مصر تعود للصدارة، مصر تعود للصدارة عندما ترجع إلى دولة إلى أصلها، أصلها اللي هو الحضارة الزراعية. مصر مصنفة على أنها حضارة زراعية. هل إحنا في منطقة غرب ألمانيا عندنا ما يكفي من المية؟ بالفعل إحنا سمعنا هذا الكلام، إن هم عملوا مضخات للمياه، عدد كبير تقريبا 4 مضخات ضخمة جدا، مياه جوفية. مياه جوفية لأن هذه المنطقة تتحلى يعني موجود فيها مياه جوفية كتير. تمام. عملوا مضخات وبيستخدموها في ري هذه المساحات الشاسعة والكبيرة من الزراعة. أنا من المنيا بالمناسبة، وأعرف المزارع اللي غرب المنيا بتنتج قد إيه، ولا بتقدم قد إيه للمواطن المنياوي أو المواطن المصري. بتشوف مثلا الطماطم، أنت تلاقي الطماطم في السوق بأرقام، هي بتترمي في الصحراء أحيانا. يعني هم مطلعينها بيرموها. طيب يعني هنا في يعني تحتاج للمواطن المصري دور من الدولة، دور رقابي على هذا الإجراءات، على إجراءات إن أنا بنقل الطماطم مثلا ولا المنتج الزراعي بجنيه جنيه ونص ولا 2 جنيه من السوق قبل ما يوصل قرية يتباع لك ب10 جنيه. أيوه. لابد من دور رقابي للحكومة على السلع والمنتجات، ودور رقابي على الأسواق، يعني عشان يحقق للمواطن الثقة وعدم زعزعة، وإن هو ما يكونش محل إن أي حد يستخدمه. التوتر اللي بيحصل في السوق ده هو اللي بصراحة اللي بيخلي الناس تقلق. يعني تقلق. مثلا يقول لك إيه أول ما الفلاح أو اللي بيبيع الحاجة أو الراجل بتاع الخضار يعرف إن الموظف خد علاوة مثلا ولا بنزين غلي ولا مش عارف، تبص لها كل حاجة غليت، وده شيء برضو احنا بنقول ان الدوله يعني تتحرك في الاتجاه السليم. راس الدوله تحرك في الاتجاه السليم ممثلا في القياده السياسيه وما يعقبه من وزارات ووجهات. لابد على الجهات الرقابيه ان تقوم بعملها كاملا تجاه الاسواق حتى تحقق للمواطن انه يعيش في اطار عداله، في اطار اسعار مناسبه. تمام. ناخد مع حضرتك اخر خبر بيتكلم عن الارصاد الجويه النهارده، ذروه الموجه الحاره التي تضرب البلاد. اكد الدكتور احمد عبد العالي رئيس لهيئه الارصاد الجويه حقيقه ما يتردد على موقع التواصل الاجتماعي بشان وصول درجه الحراره الى 44 درجه مئويه، وذكر ان هي تبقى 42 بس مش 44 بس، في تلك الاحوال اللي هي درجات حرارة عالية جدا. يعني ربنا يكون مع الناس. تمام. لكن هي بالفعل هي الموجة على العالم كله. تمام. موجة درجة الحرارة عالية، احتباس حراري، التغيرات المناخية، يعني اعتقد ان سيادتك سمعت عن الحاجات دي كلها. كل هذه وبتتعمل مؤتمرات للتغيرات المناخيه في امريكا، في فرنسا، في اوروبا. وصلت في اوروبا السنه دي، انا جاي من فرنسا 44 وصلت ل 44 و45 ورطوبه عاليه جدا، رطوبه عاليه جدا هناك. الشمس قريبه من سطح الارض، الشمس سخنه اكثر من مصر. يعني هي موجه حراره في التعوم العالم كله. تستتبع اجراءات برضو، يعني عشان اقول في اجراءات كتيره بتتعمل من جانب المسؤولين والحكومه تجاه المواطنين للتخفيف من هذا
الايه الاجراءات يعني اعتقد هم يعني ضروري انهم بيها يعني. تمام، انا بشكرك جدا استاذ محمد زيان الصحفي باخبار المسائي، نورتنا. شكرا. بشكرك جدا، ولسه معاكم ولسه معانا فقرات اخرى في صباح النور بعد الفاصل.